مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه التغطيه عبر قناه الجزيره مباشر. نعيش الان واياكم تجربه حيه لمعايشه الاسرى داخل السجون الاسرائيليه، خاصه في ظل ما نتحدث عنه من اضراب للاسرى الفلسطينيين داخل السجون. طبعا في هذه الغرفه الموجوده في مقر وزاره الاسرى للاسرى والمحررين يتواجد عدد من قاده الفصائل الفلسطينيه في هذه الغرفه التي قلنا لكم انها تشبه غرفه في السجون الاسرائيليه. يتواجدون الان يلبسون هذا الزي الخاص بالاسرى في ظل ما تحدثنا عنه قبل قليل عن اضراب الاسرى الذي بدا بقاده الاسرى الفلسطينيين. ساتحدث مع الاستاذ طلال ابو ظريفه. استاذ طلال، في هذا الواقع الذي تعيشون فيه حياه الاسرى الفلسطينيين، ما هي الرساله التي اردتم ايصالها للعالم من خلال هذه الغرفه وهذه المعايشه؟ الرسالة التي نريد أن نوصلها للعالم، الكل الفلسطيني موحد خلف قضية الأسرى، ولا يمكن أن نسمح بأي شكل من الأشكال للاحتلال أن يجزئ هذه القضية. ولهذا هذه المحاكاة لهذه التجربة داخل الأسر هي توصيل رسالة للعالم، شكل ما يكون متواجد به الأسير داخل السجون الإسرائيلية بانتهاك صارخ لمبادئ وقيم القانون الإنساني والقانون الدولي، من أجل أن يتحرك هذا الضمير لنصرة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. ولتأكيد لأسرانا أن هذا الفعل الذي يخوضوه موحدين وعلى أهداف موحدة، كل جماهير شعبنا وقيادات شعبنا تقف خلفكم حتى تحققوا الأهداف التي من أجلها خضتم هذه المعركة. أشكرك أبو رضوان. أنتم أيضا تشاركون في هذه الغرفة، أو إن تحدثنا غرفة الأسر، وبعضكم عايش الأسر. حدثنا عن قضية رؤية الفصائل لهذا الإضراب، هل هناك على الأقل تصعيد سيكون في الفترة الأخيرة سواء في الأنشطة الفصائلية على الصعيد الشعبي أو حتى في العمل المقاوم؟ بدون شك هذا الفعل النشاط التضامني مع أخوتنا في داخل الأسر هي رسالة واضحة من الشعب الفلسطيني، من قيادة الشعب الفلسطيني، من قيادة المقاومة الفلسطينية، بأن قضية الأسرى خلفهم شعبهم، خلفهم الفصائل الوطنية والإسلامية وفصائل المقاومة، لا نتركهم وحدهم في هذه المعركة، معركة الكرامة، المعركة التي كنا عشناها في سنوات الأسر السابقة وما زلنا نعيش هذا الألم. الشعب الفلسطيني متوحد، لأن أغلب عائلات الشعب الفلسطيني عانت ولم يبقى عائلة إلا كان هناك أسيرا أو شهيدا أو جريحا. نعم قضية الأسرى هي في الوجدان، هي على طاولة العقلية المقاومة الفلسطينية التي تبحث وتفكر كيفية كسر القيد عنهم عنوة. تم كسر في وفاء الأحرار واحد، وإن شاء الله قريبا وفاء أحرار اثنين. نعم قيادة المقاومة الفلسطينية على جدول أعمالها قضية الأسرى. نعم هذا الرمز الذي نعيشه اليوم بل عشناه منذ سنوات، نحن نشعر بشعورهم، نعاني معاناتهم، لذلك نحن معهم. وأيضا في هناك برنامج متواصل من كل القوى الوطنية والإسلامية مساندة هذا الإضراب المميز بإذن الله الذي يخوضه الأسرى موحدين، ونحن ما أحوجنا كشعب فلسطيني أن نكون موحدين في داخل السجون وخارج السجون من أجل مواجهة كل أنواع الصلف العدو الصهيوني. أشكرك جزيلا. لو نظرنا مشاهدينا في أجواء هذه الغرفة، جزء قليل مما يعيشه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. معي أيضا الأستاذ أحمد المدلل. كحركة الجهاد الإسلامي، كيف تنظرون لهذه الخطوة التي تنصل منها الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون للاتفاق مع الأسرى في ظل الانتخابات الإسرائيلية؟ هل تعتقد أن هذا الأمر يأتي ضمن يعني الدعاية الانتخابية لأحد الأحزاب؟ هي الجرائم الصهيونية ضد أسرانا داخل السجون الصهيونية لم تتوقف أبدا، لذا هذه جرائم ممنهجة يحاول العدو الصهيوني من خلالها كسر إرادة النضال لدى الأسير الفلسطيني، كما أنه من خلال أجهزة التشويش الذي يضعها في غرف الأسر يحاول غرس أمراض سرطانية في أجسادهم. لذا نحن نؤكد بأننا لا يمكن أن نترك أسرانا داخل السجون الصهيونية يعانون هذه الجرائم، ودائما كانت قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية، ولا تزال إلى هذه اللحظة تؤكد المقاومة بأن سلاحها سيظل مشهرا في وجه العدو الصهيوني حتى تحرير الأسرى، كل الأسرى داخل السجون الصهيونية. لذا لابد أن يكون هناك خطط عسكرية من أجل أن نعمل على خطف جنود صهاينة لمبادلتهم بأسرانا داخل السجون الصهيونية، والمقاومة تجربة كبيرة جدا في هذا الشأن، كما أننا نؤكد على أن عمليات تبادل مشرفة يجب أن تكون
من أجل تحرير أسرانا جميعهم داخل السجون الصهيونية. نحن نؤكد لأسرانا بأن معركتهم هي معركة الكل الفلسطيني، ونحن كلنا جنود من أجل تحرير الأسرى، كل الأسرى من السجون الصهيونية. شكرا جزيلا أستاذ نائل. على مدى يدلل أن يبدأ الأسرى قادة الأسرى الإضراب، وخاصة بما تم الحديث عنه كتيبة الفدائيين التي ترفض حتى تناول الماء؟ يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، في ظل هذه السياسة القديمة الجديدة التي تنتهجها قيادة الاحتلال بحق أسران البواسل، في ظل حجم هذه المعاناة الكبيرة اليوم، أسرانا الذين يتعرضون إلى محاولة اغتيال جماعي في ظل هذا الصمت العربي والإسلامي الدولي إزاء هذه الجرائم، نقول بأن اليوم كتيبة الفدائي وأيضا قادة الحركة الأسيرة في السجون التي اتخذت قرارات واضحة للتخفيف من هذه المعاناة التي تمارس من قيادة الاحتلال الصهيوني على أسرانا البواسل، ونحن من خلال هذه المشاهد الحقيقية التي تحاكي معاناة أسرانا نوجه عدة رسائل. الرسالة الأولى بأن مفادها بأن بوابة الانفجار مع استمرار هذه الجرائم قد تبدأ من السجون، والرسالة الثانية مفادها بأن فصائل المقاومة وأن الشعب الفلسطيني اليوم لن يترك أسرانا البواسل في هذه المعركة وحدهم، وإنما يجب أن يكون لدى فصائل المقاومة استراتيجية واضحة لتبييض السجون على قاعدة الأسر يقابل بالأسر مع هذا الاحتلال الصهيوني. جزيلا. كيف تنظر للتفاعل الجماهيري مع الأسرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقول لأسرى البواسل في سجون الاحتلال الذين يخوضون الآن معركة العز والكرامة، معركة الكرامة الثانية. هؤلاء الأسرى الذين رفعوا شعارا نعم لألام الجوع ولا وألف لا، لألام الركوع ضد سياسة العدو النازي المجرم المتغطرس، هذا العدو الذي يتفنن كيف يعاقب أسرانا. ونحن نقول لأسرانا البواسل نحن معكم وبكم، ولن نخذلكم مهما اشتد الأمر ومهما طال الزمن، حتى نراكم إن شاء الله معززين مكرمين في ربوع هذا الوطن العبيب فلسطين. نقول للجميع أن يأتوا لتضم أسرانا في الصليب الأحمر، في الاعتصامات، في المهرجانات، ونحن نقولها جميعا أن الجميع مقصر، لا نفعل شيئا للأسرى مهما يتضم لنا في الأسرى بساعة عزل انفرادي أو تفتيش ليل عاري أو عدم دخول كانتينة أو عزل انفرادي. أسرانا يعانوا الأمرين، ويجب علينا جميعا أن نقف وقفة جادة مع أسرانا حتى يعلم أسرانا أنهم ليسوا وحدهم في الميدان، بل نحن معهم قلبا وقالبا بكل ما أتينا من قوة. شكرا جزيلا. سأتحدث مع الأستاذ بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى. أستاذ بهاء، الآن وزارة الأسرى بدأت بعدد من الفعاليات، ما الذي سنشهده خلال الفترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحب أن أؤكد هنا أن نقول لأسرانا أنكم بالأمس أعلنتم أنكم ارتديتم ملابس الشباس، ملابس الرسمية للسجن، وبدأتم معركتكم، ونحن نقول لكم أننا أيضا ارتدينا ملابس الشباس وبدأنا المعركة لنصرتكم وسندتكم. وهذه الغرفة وهؤلاء القادة في هذه الغرفة الذين يمثلون العمل الوطني وقادة العمل الوطني يؤكدون لكم أن طريقكم ومعركتكم هي معركتنا، وأننا كلنا جنود في هذه المعركة، وأن ما تعانونه نريد أن نعيشه واقعا حتى لا يخطر على بالي لا لحظة أن نتخلى عنكم عن معركتكم. طبعا الفعاليات التي تقوم بها وزارة الأسرى ومجموعة التنظيمات أيضا وكل الفعاليات الشعبية أعتقد أنها فعاليات متضامنة ومساندة، يجب أن تمتد من الداخل إلى الخارج، ويجب أن نطرق كل الطرق من أجل هذه الفعاليات، سواء الفعاليات الميدانية والأنشطة أو الفعاليات الإعلامية أو الجانب القانوني والدولي لمحاكاة لملاحقة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه، أو الجانب تفعيل المقاومة التي في كل مرة تؤكد أنها لن تترك أسرانا وحدهم، وأنهم سيبذلون كل جهدهم من أجل فكاكهم إن شاء الله رب العالمين، ليبقوا ويكونوا بيننا أحرار أعزاء إن شاء الله. أختم بلقاء مع الأمين العام لحركة الأحرار أستاذ خالد أبو هلال، هل مطلوب من غزة فقط أن تناصر الأسرى وأن يكون لديها فعاليات وجدول فعاليات طبعا والمقاومة الفلسطينية، أم أن الأمر يعني يجب أن يتعدى حدود قطاع غزة؟ يعني أعتقد أن قضية الأسرى من أقدس قضايانا الجامعة، من أقدس قضايانا التي لازلنا كفلسطينيين نتحد حولها، ولذلك
المطلوب من الكل الفلسطيني على مستوى الجغرافيا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 في الضفة في القدس، مطلوب حراكات شعبية خشنة من خلال يعني الانتشار والاحتكاك مع كل الحواجز الصهيونية للضغط على صانع القرار الصهيوني، مطلوب قطع طرق المستوطنين بمسيرات شعبية سلمية تضغط على عروق المستوطنين، مطلوب حراك شعبي أقصد به الشعبية الدبلوماسية للجاليات الفلسطينية في الخارج أمام السفارات الأمريكية والصهيونية للضغط على من يمكن أن يصنع القرار انتصارا لأسراره، مطلوب من الكل الفلسطيني أن يقف على قلب رجل واحد. أقول إذا أعلن الأسرى الإضراب مفتوح عن الطعام وكما استنفر أسرانا بارتداء زي الشباس، نحن نستنفر كفلسطينيين، وأقول هي طبول معركة الكل الفلسطيني، علينا أن نقدم كل ما نستطيع من أجل الانتصار لأسرانا. شكرا جزيلا الأمين العام لحركة الأحرار الأستاذ خالد أبو هلال. طبعا قادة الفصائل الفلسطينية الذين تواجدوا في هذه الغرفة التي تحدثنا أنها جاءت محاكاة لغرف الأسرى الفلسطينيين، جاءوا للتأكيد على أن قادة الأسرى بدأوا بالإضراب، وأيضا قادة الفصائل الفلسطينية هم الآن على عهدهم بمواصلة الفعاليات ومواصلة الضغط من أجل تحرير الأسرى مبدئيا، وأيضا من أجل التخفيف عنهم داخل السجون الإسرائيلية. كما تحدثوا المطلوب الآن أن يكون هناك تضامن شعبي ليس فقط على قطاع غزة الذي يمكن القول أنه منهك بالفعاليات والمسيرات وأبرزها مسيرة العودة، وإنما على الكل الفلسطيني وخارج حدود فلسطين يجب أن يكون هناك ضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوقوف أمام مسؤولياته تجاه الأسرى الفلسطينيين. إذن هذه فعالية من ضمن سلسلة فعاليات ستكون في الفترة المقبلة. في النهاية مشاهدينا نأمل أن نلتقيكم والأسرى داخل بيوتهم وليس في السجون، على أمل أن نلتقيكم في جولات قادمة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.